dissolved substance in a vessel during life from blood constituents. يعني الكلام ده كلمة ثرومبوزس عملية تكوين كتل غير قابلة للذوبان جوه الفيسل. جوه الايه؟ الفيسل during life يعني بشرط يعني من الاخر كده يعني الدم بيتحرك blood in motion. الدم بيتحرك مش كده؟ ما يكونش الدم استجنت واقف يعني. واهم حاجه تكون الكتله الغير قابله للذوبان دي من مكونات الدم نفسه، فيها بليتلت، فيها فايبرين، فيها ار بي سيز، مش كلام. اسمها العمليه دي عمليه الايه؟ الثرومبوز. طب لو قال لك يعني ايه ثرومبوس؟ يعني انت قلت ثرومبوز صح؟ طب ثرومبوس يعني ايه؟ ان ديزولف سبستنس ماشي ان ا فيسل فورمد اوف بلاد ايه؟ كونستيتوينت وبتتكون ديورنج ايه؟ لايف. ساعات يقول لك كلمني على الثرومبوزس اقول لي هي الثرومبوس ماشي. دي عمليه بتحصل صح؟ دي ايه ناتج العمليه اسمها ثرومبوس. في مشاكل؟ ايه اللي يخلي جلطه؟ خلي بالك بس انا قلت حاجه ديورنج لايف والدم ايه؟ بيتحرك مو الموضوع ده. اكتب لو الدم كان واقف ستاجننت اسمها بلاد كلوت. في حاجه اسمها ثرومبوس، في حاجه اسمها ايه؟ كلوت. تمام؟ هنعرف ازاي تكون الثرومبوس ونعرف ايه الفرق بينها وبين الايه؟ الكلوت. اهم حاجه الثرومبوس والدم بيتحرك، بتتكون اثناء حركه الايه؟ بتتكون في جوه الفيسل والدم بيتحرك، دي اسمها ثرومبوس. طب لو الدم واقف ما بيتحركش، يعني اقول لكم حاجه، خدت عين الدم فموت اختبار كده وسبتها شويه مش هتجمد صح؟ تتجلط، دي اسمها بقى ثرومبوس ولا كلوت؟ كلوت. في مشاكل صعبه؟ دي ستاجننت بلاد، دي موفينج ايه؟ بلاد. هنا بلاد ان موشن، هنا ايه؟ بلاد ايه؟ نوت ان موشن او ستاجننت ايه؟ بلاد. صعبه؟ في اي مشاكل؟ طيب بص معانا ايه اللي يخلي جلطه تتكون جوه فيسل؟ يعني ايه اسباب الثرومبوزس؟ بص معايا برضه في حاجه في الدرس ده، في الكتاب كاتب اسباب كتير وامثله كتير مش كلام. هناخد الحاجات الرئيسيه بتاعتها والامثله هناخدها كلها في الكارديو فاسكولار الترميدا يعني كلها ماشي. فانت حتى لو ايه قلب مثال مثلا عامل لك خمس امثله في الارتريز، ما عندنا كلها في الكارديو فاسكولار. احفظ مثال واحد سهل ولا حاجه وخلاص. بص كوزز اوف ثرومبوزس الاسباب ممكن كالاتي. هي الثرومبوس بتتكون جوه الفيسل صح؟ هنا قال لي ممكن المشكله في جدار الفيسل نفسه في الول ماشي. ايه اللي في الول؟ يعني الاندوثيليوم. ممكن المشكله في سريان الدم نفسه ماشي، يعني في البلاد فلو نفسه. ممكن المشكله في المكونات بتاع الدم. بتاني كده بص معايا الاسباب في الجدران او في الدم نفسه. طب الدم سريانه بطيء مثلا او سريع او مكوناته نفسها عامله ازاي؟ فيها مشكله. واحده واحده كده نفهم ايه اللي يحصل. قال لي والله لو حصل دامج للاندوثيليوم هيتكون جلطه. قال طب ايه اللي يعمل دامج للاندوثيليوم؟ قال لك التهابات انفلاميشن مش كده برضه؟ طب انفلاميشن يبقى ايه؟ قال لك في ارتر او في فين؟ ما بقول فيصل عموما صح؟ انفلاميشن في ارتر اسمه ايه؟ ارترايتس. في فين اسمه ايه؟ فيليب بايتس ماشي. في حاجه ثانيه قال لك ميكانيكال تروما او كيميكال تروما. واحد خد حقنه معينه واللي اديه الحقنه غشيم عور الفيسل من جوه، عور الفين ولا بتاع ده مش اندوثيليوم صح؟ او بياخد حقنه ايريتنت كيميكال فيها كيميكال ماتيريال معينه بتعمل اريتيشن للاندوثيليوم. ادي حاجه كيميكال اريتيشن. او الاشهر اثيروسكلروزس. ازاي اثيروسكلروزس؟ يعني ايه كلمه بالعربي؟ فاكرين اخدناها في الجنجرين بتاع دي تصلب الشرايين صح؟ ايه علاقه دي بتصل يعني ايه علاقه دي بالاندوثيليوم يعني والدمج بتاعه؟ بص بص معايا كده البلاد فيسل
الطبقات بتاعته عباره عن ايه؟ قال لي ثلاث طبقات رئيسيه. بصوا عشان نفهم بس الموضوع. الاندوثيليوم اسمه انتما، اسمه ايه؟ انتما اللي جوه دي. والعضلات الموجوده في اسمها طبقه الميديا. وطبقه من الكونكتيف تيشو موجوده بره اسمها ادفنتيشن. اصل في ناس مش فاهمه يعني ازاي تصلب الشرايين يعني بيعمل دامج الاندوثيليوم. هو يعني ايه تصلب الشرايين؟ ترسبات مواد دهنيه داخل الفيسل. ماشي؟ فين يعني؟ في الانتما ولا في الميديا ولا في الادفنتيشن؟ قال لي هنا في الحته دي. تحت الانتما. في الصاب انتما تيشو. في الصاب انتما ايه؟ تيشو. الترسبات بتبقى في الحته دي كده. طب وايه علاقه دي بالدمج يعني؟ قال لك في الاول الترسبات بتبقى بسيطه هنا كده. طب بعد كده بتزيد. ماشي. طب لما نزلت يعني في الاندوثيليوم يبقى الريبرا صح؟ بتوصل لمرحله ان الترسبات بتقطع الاندوثيليوم نفسه. ويبدا الدهون تعمل طبقات مرتفعه داخل الايه؟ الفيسل. تخيل بقى عملت قرح في الاندوثيليوم. ماشي؟ كان من جلطه جواها. ماشي؟ دي من احد اسباب الايه؟ الجلطات مشهوره جدا فين؟ في الارترز. بس دي في الارترز بس مش في فين اسمها اثيروسكلوز. لا ديزيز اوف ارترز. ديزيز اوف ايه؟ اوف ارترز. صعبه؟ فيها مشكله؟ طيب من احد من اشهر اسباب الانجري في الفيسل هو الايه؟ الاثيرو ايه؟ سكلوز. صعبه؟ في مشاكل؟ طيب. طيب بلاد فلو. قال لك والله البلاد فلو يبقى بطيء. فلما يبقى بلاد فلو بطيء فرصه انه يترسب او يعمل جلطات على جدران الفيسل تبقى عاليه جدا. طب ايه اللي يخلي البلاد فلو يبقى بطيء في الفيسل؟ خلي بالك هنا ماليش دعوه ايه؟ لسبب تاني. ماشي؟ هنا بقى قلنا في مشكله في الاندوثيليوم انفلاميشن. درجه الاندوثيليوم يعني انفلاميشن تروما تصلب في الشرايين ده بيعمل ايه؟ ثرومبوز. مش كلام؟ طب في حاجات ثانيه ممكن تعمل ثرومبوز. قال لك سرعه الدم تبقى بطيئه. فلما السرعه تبقى بطيئه فرصه ان فرصه تكوين الجلطات ايه؟ بتعلى. ايه اللي يخلي سرعه الدم بطيئه؟ بص يا سيدي. ابنورمال دايلاتيشن أو prolonged recumbency. نعم. thrombosis. ماشي. أو heart failure. طب بص معايا كده. إزاي؟ قال لك abnormal dilatation. قال لك الفيسل لما يبقى رفيع الدم ماشي بسرعة. ماشي. الفيسل لما يبقى كبير أو واسع الدم يمشي بالراحه. بس انا ما بقولش واسع ده ابنورمال في مشكله. قال لك الابنورماليتي ممكن في ارتر او في فين. لو ارتر واسع قوي الدم يمشي بالراحه. قال لك طب ايه اللي يخلي الارتر واسع قوي؟ مرض اسمه انيوريزم. اسمه ايه؟ انيوريزم. ادي حاجه. طب ايه اللي يخلي الفين واسع قوي؟ قال لك فاريكوز فينز. قال لك الابنورمال دايلاتيشن في منه نوعين، ممكن يبقى في ارتري او ممكن يبقى فين؟ في فين. لو في ارتري بنسميها انيوريزم، لو في فين اسمها فاريكوز فين. في مشكله؟ هنا الدم ماشي بالراحه فيبدا الدم مفيش دمج في الاندوثيليوم ولا حاجه، بس الفيسل لما وسع الدم ماشي بالراحه بقى يكون جلطات على الجدران بتاعته. ايه يعني؟ واحد راقد في السرير فتره طويله ماشي مشلول بتاع تعبان عنده مشكله تمام، بعد عمليه كبيره ابدومينال ميجور ابدومينال اوبريشن. دي اللي بيقعدوا في السرير فترات، مش واحد بس عنده خراج في صبعه هيقعد في السرير مثلا. ماشي؟ لا يعني افتر ميجور ابدومينال ايه؟ اوبريشن. عامل عمليه في الامعاء بتاع عمليه ضخمه يعني تمام؟ واحده والده ماشي بعد الايه؟ بعد الماده القيصريه والكلام ده كله بتقعد فتره طويله في السرير شهر تعبانه تمام؟ ده بيعمل ايه؟ قال لك بيخلي سرعه سريان الدم في الجسم بطيئه وبالذات في الفينز. ماشي؟ فيعمل يعني برضه ممكن فرصه تكوين الجلطات هنا تبقى ايه؟ عاليه جدا. او يا عم واحد جمع الافضلين عنده بقى هارت فيلير يعني ايه؟ القلب الضخ بتاعه والسحب بتاع الدم بتاعه بطيء جدا قليل قوي. غير كده كمان عنده هارت فيلير مش بيلعب في جيم بقى، بقى في السرير ما بيتحركش او في نايه مركزه ولا نيله. ماشي؟ يبقى ايه؟ الهارت مش شغال كويس وغير كمان انه راقد ما بيتحركش، فبرضه الدم سرعته ايه؟ بطيئه جدا فين؟ في الفيسل بالذات الفيز يؤدي لتكوين ايه؟ جلطات. فيها مشكله؟ طب مشكله في مكونات الدم. قال لك ما هو الدم فيه حاجتين، في مكونات صلبه ومكونات ايه؟ سائله. ازاي؟ ضرب الرسل اهو. المفروض المكونات الصلبه دي في النص مش كده؟ والسوائل موجوده فينا المفروض في الاطراف يعني مش كده؟ قال لك طيب ايه رايك بقى لو انت خليت كثافه الدم عاليه قوي؟ ماشي؟ طب اخلي الكثافه عاليه ازاي؟ ده الدم تقيل يعني ماشي؟
ففرصة النزع على الابدان الفيسكب عالية جدا. قال طب عايز تخليه كثافته تقيلة، يتزود الصلب يتقلل مين؟ السائل، صح كده؟ تمام. طيب نقلل السائل ازاي؟ دهيدريشن، واحد عنده جفاف. واحد عنده ايه؟ جفاف. طب الجفاف ده المية بتقل، صح كده؟ فكمية السائل بتقل، ففرصة ان الدم ينزع على الجدران تبقى عالية. طب زود الصلب، المواد الصلبة اللي موجودة، في عندك وايت بلاد سيلز، في عندك بليتلتس، في عندك ريد بلاد سيلز، كده ريد بلاد كوربسلز، ماشي. اكيد لو زودت الار بي سيز في مرض زي ده بوليسايسيميا، ماشي، هيخلي الكثافه عاليه. اكيد الوايت بلاد سيلز والبليتلتس في اللوكيميا في السرطانات بالذات الوايت بلاد سيلز، يعني الكاونت العادي في النورمال بتاع الوايت بلاد سيل من 10 ل 13 ألف، تخيل نص مليون. دي هتعمل ايه؟ الدم يبقى كثيف جدا، تمام، وفرصه تكوين الجرحات عاليه. ايه تاني؟ قالك الفايبرينوجين يزيد، مش المفروض الفايبرينوجين يتحول لفايبر، صح؟ ايه رايك لو زاد هو؟ ازيك يا عارف عامل ايه؟ اتفضل، عايزك بس بخلص بقى. ماشي. الفايبرينوجين يزيد، قالك طب ايه اللي يزود الفايبرينوجين؟ قالك ده مرض سيء جدا، سرطان البنكرياس. سرطان الايه؟ البنكرياس. بيطلع كيميكال فاكتورز، ماشي كلام؟ بتعمل ايه الكيميكال فاكتور دي؟ قال لك بتزود قابليه الدم للتجلط وبتزود الفايبرينوجين، فتلاقي اللي عنده سرطان في البنكرياس ده ممكن الدم يتجلط في اجزاء كتير جدا منين؟ من جسمه، ماشي. يبقى بقى ايه؟ ده نوع برضه منين؟ من الحاجات اللي بتزود كثافه الدم او بتزود عوامل التجلط فين؟ في الدم. في مشاكل يبقى اسباب الثرومبوزس مشكله في الجدران، دامج الاندوثيليوم، او السرطان بطيء، او المكونات فيها مشكله، ماشي. كثافه الدم عاليه، المواد الصلبه عاليه، الفايبرينوجين زاد، او السوائل ايه؟ قلت. صعبه؟ في اي مشاكل؟ طيب ماشي، ايا كان السبب ازاي بتتكون الجلطه؟ ايه الميكانيزم وشكلها عامل ازاي الثرومبوس دي؟ ماشي، بص معايا. واحده واحده كده عشان نفهم الموضوع ده. ضربنا بس الاول. هو البطانه اللي جوه عباره عن ايه؟ اندوثيليوم. هو في الكتاب عندكم خد مثال واحد في الاسباب الدمج بتاع مين؟ بتاع الاندوثيليوم اللي هو اشهر حاجه يعني، ماشي. تعال نحرك كده ونشوف. انا دلوقتي هتكلم عن الميكانيزم اوف ثرومبوس فورميشن، او الميكانيزم بتاع مين؟ بتاع الثرومبوز. اهم حاجه بس الاول، الطبقه دي عباره عن ايه؟ ها؟ مين اخترع ده؟ اندوثيليوم. واحده واحده بس فهمت. اول حاجه هيحصل دمج الاندوثيليوم. واحد دمج، ماشي، لمين؟ للاندوثيليوم. قال اول ما يحصل دمج الاندوثيليوم بيطلع حاجه اسمها ثرومبوكاينيز. اسمه ايه؟ ثرومبوكاينيز. بيعمل ايه ده؟ قال ده بيحول البروثرومبين لثرومبين. واحده واحده كده. في جلطه اتكونت؟ لا لسه، مش حاجه خالص. هيحول ايه ده؟ البروثرومبين لايه؟ لثرومبين. اي اول مكون عندنا موجود اهو، المواد الخام اهي. واحد، ماشي. وبعدين الحته الناشفه دي البلاك بتلزق عليها، يبقى تاني خطوه ايه اللي حصل؟ مين اللي جه هنا؟ ايه دول يا جماعه؟ بليتلتس، يعني البليتلتس. تعمل ايه؟ قال لك طلع حاجتين بليتلت دي، حاجه اسمها ثرومبوكسان اي 2 وايه دي؟ بص المكونات اللي عندنا، فيها مين ده؟ ثرومبل، وفيها ثرومبوكس. طلع منين ده؟ من البليتلتس. وده طلع منين ده؟ من البروثرومبل. طب ازاي يعني؟ قال لك ما هو الدمج بتاع الاندوثيليوم حصل ايه؟ طلع من الاندوثيليوم حاجه اسمها ثرومبوكانيز، حول البروثرومبل لثرومبل. معانا دلوقتي في ثرومبل وفي ثرومبوكسان اي 2 في اي دي بي. مالهم دول؟ خلي بالك ان في هنا فايبرينوجين، بلازما بروتين، صح؟ الثلاثي دول هيعملوا ايه؟ هيحولوا الفايبرينوجين الى فايبرين، ماشي؟ فايه اللي هيحصل؟ بين البلاك في بعضها هتتكون شبكه منين؟ من الفايبرين، فايبر نتورك. بقى اللي موجود عليها دلوقتي، ها؟ بلاكتس وايه؟ وفايبرين.
والبليتلتس بتاتراكت مور بليتلتس. تروح عامله ايه؟ بصوا خطوط كده بس ما تعرفش عباره عن الخطوط دي كلها بليتلتس. بتعمل لامين ليه؟ او يسموها لاينز اوف زان، اسمها كده. ماشي؟ اللاينز ده معنى ايه؟ خطوط من ايه؟ من البليتلتس. طب ايه اللي بينهم ده؟ هي فن عباره عن ايه؟ فايبر. طبعا هي بتكبر صح؟ سؤال، هو الفيزن مقفول؟ رد عليه لا، هو يعني ده بيجي بيتحرك مش كده؟ وخلي بالك بتزيد في الحجم بتاعها. يعني في الاول بص بص معايا كانت ايه؟ كانت في المنطقه دي بس. تمام؟ تكبر اكتر لحد ما تعمل ايه؟ تسد الفيزن خالص. في مشاكل؟ بيقول لك في الاول كانت بتبقى على الجدران بس، بعدين تعمل اوكلوجن لليومن. مش ما بتكبر في حته بس ايا كانت ده ما بيتحرك. طب لما قفلت الليومن ده هنا اخباره ايه؟ هنا اخباره ايه؟ بص عليا واقف صح؟ بقى هنا استجنت البلاط صح؟ وهنا برضه استجنت ايه؟ البلاط. لما الدم واقف هيتجلط. كلوت. في مشكله؟ شكلها عامل زي كلوت في الجنب هنا، بص المنظر اهي. احنا كده نركز تاني واحدة واحدة. الأول حصل هنا دامج الاندوثيليوم. ماشي؟ الدامج ده في الاندوثيليوم طلع حاجة اسمها الاندوثيليوم ثرومبوكاينيز، حول البروثرومب للثرومبين. واحد عندنا ثرومبين. وبعدين البليتلت ادهير تو ذا دامج الاندوثيليوم، والبليتلت تروح مطلعة ثرومبوكسان A2 ADB. عندك في ثرومبين، في ثرومبوكسان و ADB يحولوا الفايبرينج لايه؟ لفايبرين. خلاص؟ ماشي. بقى عندك بليتلت وفايبرين. بتزيد البليتلت وتعمل لامين ليه؟ بيسموها لاينز اوف زان. اسمها لاينز اوف ايه؟ اوف زان. وبيكونوا ايه؟ شبكات الايه؟ الفايبرين دي. ماشي. بتكبر الجلطه بتكبر تكبر تكبر لحد ما تعمل اوكلوجن لليومن بس. دي اسمها ثرومبس. اسمها ايه؟ ثرومبس. بتتكون والبلاد الموشن بيتحرك. ماشي؟ أول ما قفلت اليومن الدم واقف هنا والدم واقف هنا صح؟ لما واقف في الناحيتين بقى ستاجننت بلاد، ستاجننت بلاد واقف. الدم اتخثر فيه، اتجلط فيه. عمل جلطة الناحية دي، طب دي عبارة عن إيه؟ فيها بليتلت ردوا عليا. لا ده عبارة عن فايبرين وآر بي سيز. ودي برضه عبارة عن إيه؟ فايبرين ها؟ وآر بي سيز. في مشاكل؟ يعني لا دلوقتي معلش لما تاخد عينه دم مثلا في انبوبه كده ولا بتاع والدم بيتجلط فيها ايه اللي حصل؟ في بليتلت اتكونت بقى يحصل خالص شويه الفايبرين يتحول لايه؟ الفايبر مع الار بي سي موجوده اصلا مفيش جديد يعني. بقى شكل الجلطه النهائي عامل ازاي؟ بص بقى كده ادي الفيسل شكل النهاية لإيه؟ للجلطة، عامل زي الجبل كده صح؟ بتتكون من هيد وتو تيلز، الرأس اللي فيها البليتلتس صح؟ اللي هنا موجود هنا برضه بليتلتس ها؟ وفايبر صح؟ وممكن عادي تلاقي ار بي سيز على حسب، بس مين الأساس الموجود هنا؟ بليتلت وفايبر. طب هنا؟ دي كلور وكلور صح؟ دي اسمها الهيد بتاع السرومبس، اسمها الإيه؟ الهيد. والرأس لها ديون صح؟ تيل وتيل. بس التيل ده ما اتكونش غير لما قفلت الفيسل. ماشي؟ طول ما هي كده ايه؟ اليوم مفتوح لسه ما فيش تيل بيتكون. اول ما الهيل بتتكون ماشي؟ تقفل الفيسل بالكامل، الدم يتجلط الناحية دي وتجلط الناحية دي، يعمل كلوت وكلوت. فهمت القصة؟ صعبة؟ طب السؤال بقى دلوقتي، مش دي ثرومبس؟ ودي كلوت صح؟ ايه الفرق الأول بين الثرومبس والكلوت؟ ايه الفرق بين كلمة ثرومبس وإيه؟ وكلوت؟ قال لك بص يا سيدي الثرومبس اكتف بروسس. يعني ايه اكتف بروسس؟ بيدمج الاندوثيليوم وطلع ثرومبوكاينيز وتحول ايه لايه؟ قصه مش كده؟ تمام؟ اكتف ايه؟ بروسس. قال لك ان الكلوت باسل بروسس. يعني ايه باسل؟ الدم واقف اتجمد بس. ماشي؟
الثرومبس بستخدم فيها بليتلت صح؟ الكلوت ما بستخدمش فيها بليتلت. لاينز اوف زين موجوده في الثرومبس، ما هي نفس الفكره، مفيش لاينز اوف زين في الكلوت. الثرومبس البلاد الموشن، الكلوت ستاجننت بلاد. الثرومبس فايتال بروسس بتحصل ديورنج لايف، ما هو البلاد الموشن ليه مش موجوده في اثناء الحياه بس مش كده؟ الكلوت during life او after death. ثواني بقى، during life او after ايه death؟ يعني ايه بقى during life او after death دي؟ بص يا سيدي، بعد الوفاه الدم بيقف صح كده؟ خلاص يبقى في ده اسمها كلوت ولا ثرومبس؟ في البيزنس ده اسمها بلاد كلوت، ما هو الدم واقف اصلا خلاص بيتجمد. طب ازاي تبقى الدم واقف during life؟ قال لي بقى ممكن جوه الفيسل او بره الفيسل. يعني ايه بره الفيسل؟ الواحد اتعور وفي نزيف، الدم واقف على الجرح كده صح؟ هيجمد صح؟ اسمها كلوت ولا ثرومبس؟ كلوت في هيمرج في النزيف. او جوه الفيسل مش دي كلوت صح؟ مش دي برضه بلاد كلوت وستاجننت بلاد؟ اثناء تكوين الثرومبس بتتكون ايه؟ كلوت اللي هي ديول الثرومبس نفسها. في مشاكل؟ صعبه؟ طب الثرومبس عامله زي قالك ناشفه فيرن ولازقه على الفيسل، في بليتلت وبتاع ملزقاه وفايبر ماشي؟ الكلوت بتبقى طريه، عارفين الجيلي؟ عامله زي الجيلي بالظبط. حد فيكم جرح في العيد ولا بتاع قبل كده؟ الدم بتاع الخروف ولا البهيمه ده ولا بتاع في الارض ده جرح بتاع عند الجيلي كده، دي اسمها بلاد كلوت. هي دي ثرومبس ولا كلوت؟ كلوت ماشي؟ زي الجيلي بالظبط، دي بتبقى ناشفه. صعبه؟ في اي مشاكل؟ هو الكلوت بيكون فايبرين وارمس بس. دلوقتي لما الجرطه قفلت مش في الفيس ده في دم اصلا مش كده؟ ما في دم واقف هنا واقف هنا صح؟ الدم كان بيمشي اصلا كده، من هنا وهنا هيفضل ايه؟ ما ما خلصش في دم واقف. ما هو اما وقف ما هو ايه اللي هيحرك الدم هنا؟ ان هو بيتزق من هنا او بيتشد من هنا، يعني يا اما الهارت بيضخ الدم مثلا او بيسحب الدم. طب انا ده قفلت خالص، في دم هنا وفي دم هنا صح؟ لا بيتسحب ولا بيتزق، انت شفت القصه عامله ازاي؟ فوق في شويه دم من ناحيه وشويه دم من ناحيه. ما بيفضلش الفيصل خالص، في شويه دم موجودين معايا. طب ليه ما يكونش في بليتلتس؟ عشان يكون بليتلتس دامج اندوثيليوم ويطلع ويطلع عشان تلزق فيه، هنا لا في دامج ولا في حاجه. الدامج كان في المنطقه دي. ماشي؟ هنا في دامج في الاندوثيليوم، في بليتلتس نزل، الدم وقف، اتكرر الدم. يا عم بلاش، انبوبة اختبار معاك فيها شوية دم. هيتجلط صح؟ في بليتلت لزقت في الجدران الانبوبه ولا بتاع خالص. فايبرين وار بي سيز بس. ماشي يا اخوانا؟ مفهوم كده؟ طيب. يجي بقى الاسيد. نعم. هي البليتلت اللي ملي. بتبقى لا بتتحرك بالعرض اللي هو قال لك اول، يعني بتحصل اول بليتلت وبعد كده تيجي ار بي سيز تتعامل عليه. لا غلط. دي اسمها لا لا غلط غلط غلط. اصبر صح. غلط كلام غلط غلط. دي اسمها ميكس ثرومبس، دي حاجه ثانيه. غلط. هقول لك ايه الموضوع ده دلوقتي. اللاينز اوف زين اللي ملي بتاع البليتس اللي موجوده دي. ماشي؟ بص. ايه بقى الموضوع اللي بيقولوه ده؟ بص. تعال قسم الثرومبس كلاسيفيكيشن. ماشي؟ هنقسمها على حسب اللون، على حسب الاكستنت، على حسب المكان، على حسب الانفكتيفيتي. بس يا بس افهموا معايا كده بس للفهم يعني. اللون قال الجرطه ممكن تبقى كالاتي، لونها ابيض او بيلي ماشي، ممكن تبقى ريد او ميكسد، وبيسموها الميكسد دي لامينيتد ماشي. ممكن تبقى ايه؟ ابيض او احمر او ميكسد من ده على ده، طبقه كده طبقه كده طبقه كده وايه وطبقه. طيب ازاي يعني؟ مش فاهم. قال بص، ابيض هو اساسي ان في الجلطه بليتلت وفايبر صح؟ في الثرومبس ما ينفعش غير كده، في الميكانيزم بتاع تكوينها في بليتلت وايه؟ مستحيل مفيش فيها بليتلت، ما ينفعش. بليتلت وايه؟ وفايبر، يعني دي فيها بليتلت وفايبر.
ودي برضه فيها ايه؟ بلاتلت وايه؟ وفايبر. معايا؟ قال طب يعني ايه اللي هيخلي الجلطه احمر او مش احمر؟ قال لك ار بي سيز. ماشي؟ قال لك لو الجلطه دخل مع البلاتلت وفايبر ار بي سيز يبقى هو احمر. ما دخلش مع ار بي سي ابينك مش حمرا يعني، بس مش هو بيل يعني. او جاز وايت سون بس مش ابيض ولا حاجه يعني. ما فيهاش ار بي سيز يعني. يبقى دي معاها هنزود هنا ها ار بي سيز. طب ودي طبقات. طبقات ازاي؟ قال لك طبقه ريد وطبقه بيل، طبقه ريد وطبقه بيل اسمها لامينيتد. ماشي؟ كلهم فيهم لاينز وزاد. ماشي؟ طب ايه الفرق بقى؟ ايه اللي يخلي مره يبقى احمر، مره فيها ار بي سيز ومره ما فيهاش ار بي سيز؟ قال لك على حسب المكان اللي هي اترسبت فيه. بعد كده يعني على حسب المكان اللي هي اترسبت فيه؟ قال لك يعني لو المكان اللي هي اصل الار بي سيز مش في الاساس بتكون سترونجز. ليه؟ لان القصه كلها ان في شبكه بتتكون صح؟ مش كده؟ بلاتلت وفايبر وبتاع. ولقيت فيها ار بي سيز بقت لونها احمر. ما ولقيتش فيها ار بي سيز. يعني ملهاش دور في تكوين الجلطه؟ لا خالص يعني. ماشي؟ بتغير بس لونه خالص. طب ايه رايك لو المكان اللي هي اللي اتكونت فيه الجلطه ده عمال بيخبط في بعضه وبيرزع والدم ماشي بسرعه، هل في فرصه لترسبات من ار بي سي فيها؟ زي القلب. صمام القلب نفسه. الصمام بيفتح ويقفل يفتح ويقفل يفتح ويقفل صح؟ حتى لو دخل فيه ار بي سي هيترزع ويطلع بره تاني. فكل الجلطات اللي بتتكون على صمام القلب بين صرومباي وبيطلعوا على اسم كده غير كده فيجيتيشن. ماشي؟ دي تكون فين؟ على صمام القلب بيل ولا ريت؟ بيل. طب بص بقى الفين. جلطه بتتكون فين؟ في فين. الدم بطيء قوي صح؟ مش كده؟ يعني فرصه تكوين الار بي سي فيه ايه؟ عاليه جدا مش كده؟ او انها تتصل فيها ار بي سيز. يبقى دي اكيد الجلطات بتاعت مين؟ الفينز. صح؟ في مشاكل؟ الدم بطيء هنا. قال لك طب في الارترز. قال لك في الارترز مش في كل الحالات، في حالات الانيوريزم. فيها الانيوريزم الارتري واسعه. فايه اللي بيحصل؟ تلاقي فتره من الفترات الدم سريع، فتره يبقى بطيء، فتره يبقى سريع، فتره يبقى بطيء، فتره يبقى سريع. فتلاقي في طبقات بيل على ريد، بيل على ريد. فانتوا قصدكم ازاي؟ البلاد فلو مش 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 ثابت على ايه؟ على مسار معين، ساعة كده في تربلنس في البلاد فلو، لان هو مش طبيعه الارتري، ماشي؟ فتلاقي بيعمل دوامات كده سريعه، تلاقي بيل سرومبس اتكونت، فجاه الدم بقى بطيء، راح عامل طبقه رفيعه كده منين؟ من الريد سرومبس، اسمها لامينيتد او ميكسد ايه؟ مش دي مايلز وزان. ماشي؟ مش هي دي اللاين، المايلز وزان موجوده هنا وهنا وهنا. ماشي؟ موضوع اللامينيشن او الميكس سرومبس دي حاجه ثانيه خالص. طبقه ريد وطبقه بيل، طبقه ريد وطبقه بيل. فهمت قصدي يا اخوانا؟ يعني معنى لو هم زي ما بيقولوا بقى طبقات الار بي سيز بتعمل لاميلي، يعني معنى كده ان الوايت سرومبس ما فيهاش لاينز اوف زان. مش كده برضه؟ هي اللي عامله لاينز اوف زان مين؟ بنفلتس. موضوع التقسيمه اللي بتكلم عنها وجود الار بي سيز او عدم وجود الايه؟ الار بي سيز بس. بس الار بي سيز مش اساسي في الجلطه، الاساسي في الجلطه بليتلت وفايبر. في مشاكل يا اخوانا؟ صعبه؟ في بقى حاجه هي انفكتيفيتي. قال لك الجلطه ممكن تبقى سيبتك او اسيبتك. يعني ممكن الجلطه تتكون وفي بكتيريا فيها. يبقى دي ايه؟ سيبتك ثرومبس. ممكن الجلطه تتكون وما فيهاش بكتيريا. اسيبتك ثرومبس. هتفرق معاك بقى الوايت او اي حاجه، ممكن وايت ثرومبس او ريت ثرومبس فيها بكتيريا وما فيهاش ايه؟ وما فيهاش بكتيريا. فهمت قصدي ايه؟ تقسيمه. ممكن تبقى سيبتك ثرومبس او اسيبتك ايه؟ ثرومبس. صح ولا ايه؟ طبعا على حسب الاكستنت. قال لك بص ممكن الجلطة بتتكون ومش قافلة اليومن. ممكن الجلطة تتكون وتقفل اليومن صح؟ طب ما كده كده تقفل. ايوه في الاول بتبقى كده، بعد كده تبقى المنظر ده. لما تبقى مش قافلة اليومن بسميها ميورال جدارية. ماشي؟ لما تقفل اليومن اسمها اوكلودنج. بس ممكن تبقى ميورال ثرومبس. يا عم هي كده كده هتبقى اوكلود. ماشي يا عم. بس ممكن اشوفها في حالة الميورال، ممكن اشوفها لما قفلت بس وخلاص. فتقسيمة. في مشاكل؟ ممكن بقى على حسب المكان اللي اتكونت فيه. اتكونت في ارتري، اتكونت في فين؟ قال لك الجلطه بتتكون فين؟ في اي مكان في الكارديو باسكولار سيستم. الكارديو باسكولار سيستم فيه ايه؟ قال لك في ارترز وفي فينز وفي كافيرز وفي هارت، مش كده؟ قال لك ممكن تتكون في الارترز، ممكن تتكون في الفينز، ممكن تتكون في الكافيرز، ممكن تتكون فين؟ في الهارت. في مشاكل؟ طب تعالى نشوف كده وايه اشهر امثله ليه؟ بص معايا. المكان فين بقى قلنا؟ ها ركزوا معايا كده. في الارض صح؟ او ها في الفين، او في الكابيلاري، او في هارت. والهارت عباره عن ايه؟ بص قال
الفنتركل والصمامات صح؟ في الهارت ممكن في الاتريال ممكن في الفنتركل ممكن في الصمامات. على عيشه بقى. طب بص يعني نصيحه الراجل لال ان شاء الله بعد كده يعني فاحنا عاملين السنه طبعا كده كده في معاك كارديو فاسكولار سيستم. لما تيجي تذاكروا الجزء بتاع السيركوليشن ده والسرومس والحاجات دي ذاكروهم مع الكارديو فاسكولار. هتلاقي الامثله كلها في الكارديو فاسكولار. تلاقي الموضوع بقى سهل بالنسبه لك. مش عارف زي مش عارف الجلطه في الشريان الفلاني وزي مش عارف ايه في الارتر الفلاني وزي الاسيد سكروز ده كل الموضوع مش مع بعض. تحس ان الموضوع انا كده بذاكر سيستم واحد. والصح ان كله يتحط مع بعض يبقى ده مع الكارديو فاسكولار كده جميل جدا بصراحه. ماشي يا اخوانا؟ انك تقعد زي تدرس دي ما تخش في الجرانيوم ما تخش في التيومر بعد كده تاخد كارديو فاسكولار. يقعد يعيد نفس الكلام تاني الامثله اللي هو كاتبها في الحاجات دي. طب ما كان ساعتها احسن معاها كده يبقى اظرف يعني. انت اخوانا؟ بص المهم يعني جلطه في الارتري زي حاله ايه؟ انفلاميشن في ارتري ماشي؟ او الاشهر فاكرين؟ اثيروسكلوزس ماشي؟ ده اشهر حاجه بتعمل جلطه في ايه؟ في الارتري. يقول لك الارتري زي حاجه هبل في الكتاب ايه؟ زي الكورونر ارتري زي مش عارف السريبرال ارتريز زي الرينال ارتريز. طب ما خلاص بس قول لي السبب ايه وخلاص انا مالي التشريح اصلا يعني. ماشي يا اخوانا؟ ايه الحالات اللي بيتكون فيها جلطه في الارتري زي حالات الانفلاميشن ارترايتس يعني؟ او اثيروسكلوزس رقم واحد. اسباب الايه؟ الارتريز. اقول لك ايه يا ابني اشهر سبب لتكوين الجلطات في الارتريز؟ اثيروسكلوزس. اشهر سبب لتكوين الجلطات في الارتريز؟ انفلاميشن. طيب امتى بشوف الانفلاميشن ده فين يعني؟ ماشي؟ ايه؟ اثيروسكلوزس. اثيرو ايه؟ اشهر حاجه بتعمل جلطات في الارتريز. فيها مشكله؟ انهي ارتر؟ اي ارتر؟ كورونري، سيريبرال، اورطه، اورطه نفسه بيتكون فيه جلطات بسبب اثيروسكلوزس. ماشي يا اخوانا؟ صعبه؟ طيب خلي فين كمان شويه عشان دي قصه حلوه قوي. الكاميرا دلوقتي قال لك هو في جلطه في كاميرا بيسموها فروست بايت قرصه الصقيع. ايه دي؟ قال لك لو في المناطق اللي هي المناطق الجليديه دي ماشي درجه حراره ناقص 40 تحت الصفر وناقص 20 تحت الصفر حاجات صعبه قوي. طبعا بيلبسوا جوانتيات خاصه كده وبتاع مش اي جوانتي مش جوانتي صوف لا بيبقى فارو من جوه مش عارف متغطي من بره بجلد كده وبتاع وليه طبقات معينه مش اي حاجه وربط ودنه ومش عارف ووشه كله متغطي عشان ايه؟ عارف فريزر ولا فريزر حتى ثلاجه تجميد لحوم. فايه اللي حصل؟ قال لك الكابيلا اذا تعرضت للاكسس فاكرين الاسباب الانجري في الديجنريشن وفي الانفلاميشن فيزيكال صح؟ الفيزيكال هيت كولد الراديشن صح؟ ما هو ده كل اللي بتكلم عنه. ايه اللي بيحصل؟ قال لك السيفير كورن ده بيعمل ايه؟ بيدمر الكابيلز بيعمل دامج لمين؟ للكابيلز اندوثيليوم اصلا اتجلط جواها الدم ويقطع براس صباعي عن الصوابع خبر اسود يعمل غرغرينا في الصوابع. انت متخيل المنظر؟ بتلاقي كده الاطراف كلها سودة كده فمش حاجه مش سهله. فاكرين لما قلت لكم في الستات برضه ممكن يحصل الايه؟ الغرغرينا ديت في بازو سبازم فين؟ في الكابيلز. ده مش بازو سبازم بقى لا ده الكابيلز دمرت اصلا من كل ده ولما اتدمرت اتجلط جواها الايه؟ الدم. قطعت براس صباعي عن الاطراف يعمل غرغرينا. ده مصيبه. ماشي يا اخوانا؟ فدي اسمها فروست ايه؟ بايت في حالات الايه؟ الكابيلز. بس دي حاجه خاصه جدا يعني احنا مين اللي هيجيب فروست بايت عندنا هنا؟ ماشي؟ بس بتكلم يعني الدول والدول والحاجات دي الكلام ده موجود. يعني الناس العرب او زمان اللي بيشتغلوا بره كده الحاجات دي موجوده بنشوفها فروست ايه؟ بايت. في مشاكل؟ في الهارت. ايه اللي بيخلي الهارت يتكون في الهارت بقى؟ بص بس ركز بقى الهارت عند الاتريوم في فنتركل وفي فنتركل في اتريوم وفنتركل وفي صمام صح؟ قال لي الجلطه ممكن تتكون في الاتريوم ممكن تتكون في الفنتركل ممكن تتكون على ايه؟ على الصمام. ازاي؟ بص اسمعوا حاجه اسمها اتريال فايبريليشن. اتريال فايبريليشن ماله ده؟ قال لك الاتريال الاوديليتد والكونتراكشن ريت بتاعه من 400 ل 600 يعني تقريبا مفيش كونتراكشن خالص خالص يعني مش فانكشنلس كونتراكشن يعني الدم شبه استجنت هو مش واقف هو بيمشي بس يعني ايه بطيء جدا
ديكريز البلاد فلو صح؟ او صح ده معناها ايه؟ قلب فتكون جلطه بيسموها بول ثرومبس. ماشي؟ بعد يقول لك حد عندكم في فارما في سؤال في الشفوي بيقول لك يا ابني في عندكم دواء بيعالج الاكرا فايبريشن اسمه ديجيتاليس. اسمه ايه؟ ديجيتاليس. بس انا عشان اقول لك يا ابني قبل ما تدي الديجيتاليس في الاكرا فايبريشن اول حاجه قبل ما تديله الدواء تعمل ايه؟ لازم اعمل حاجه اسمها ايكو كارديوجرافي. اعمل اشعه على ايه؟ على قلب الاكل اللي ما عندوش بول ثرومبس. ليه؟ قال لك اصل لما هتديله دواء هيرجع نورمال تاني. تروح تجرب الكره اللي اتكونت دي تجري من مكانها وعلى الليفت فينتك على الاورطه اضخم فرع في الاورطه يتسد. ماشي؟ خطر. ماشي؟ فهمت القصه عامله ازاي؟ لازم الاول تتصرف في دي. في البول ثرومبس دي وبعد كده تديله الايه؟ الديجيتالز. فهمت القصه؟ ماشي يا اخوانا؟ ما تجيبوش كده عمياني. دي اول مشكله بتحصل فين؟ في الاكرا فايبريشن في حاله الايه؟ الانجكشن بتاع الديجيتالز ده. ماشي يا اخوانا؟ ايه تاني؟ قال لك والله ممكن بقى حاجه ثانيه على الصمام. عارفين الحمى الروماتيزميه؟ روماتيك فيفر. طبعا افكار امثله ثانيه كتير جدا. روماتيك فيفر في مرض اللي هو فيروكس اندوكاردايتس اكيوت بكتيريا اندوكاردايتس تصاب اكيوت بكتيريا مش قصتنا. بس ايه الحوار يعني؟ ان في الامراض دي كلها بيحصل فايبروزس في الصمام. تلاقي فين؟ في الصمام الريجولار. فتكرر عليه جلطه. تكرر عليه ايه؟ جلطه نوع من الدمج فين؟ في الاندوثيليوم. طب الجلطه هنا ريد ولا بيل ولا وايت ولا ايه الظروف دي؟ اللي على الصمام دي بيفتحوا في الباب. بيرسوما صح؟ بنسميها فيجيتيشن. يا جماعه جيفز ديفينيشن اوف فيجيتيشنز تيل ثرومبال فورمد اوفر كاردياك فالفز ملهاش مكان تاني. تيل ثرومبال بتتكون على كاردياك ايه؟ فالفز. مفيش حاجه اسمها فيجيتيشن في مكان تاني في الجسم، هو ده المكان بتاعها. ماشي؟ وبيجي سؤال في اخر السنه منشن ديفرنت تايبس اوف فيجيتيشنز. يعني ايه؟ في كل مرض في امراض اربع امراض بس في القلب، كل واحد فيه فيجيتيشن. قول لي بقى الكاركتر بتاع الفيجيتيشن في كل واحد فيهم، كلهم بيلبسوا موبايل، بس هنا حجمها كبير، هنا حجمها صغير، ماشي؟ كل واحد لها ايه؟ شكله مميز بيه. باي مشاكل؟ طيب. او ممكن في الفنتكل. تسمع حاجه اسمها مايوكارديال انفاركشن، يعني جزء من عضله الفنتكل ايه؟ مات، فلما الجزء ده بيموت الاندوكارديا اللي عليه ايه؟ بيتدمر صح؟ فتكون عليه جلطه. طب السؤال هي الجلطه قافله اليومن؟ لا، فبيسموها ميورا ثرومبس، اسمها ايه؟ ميورا ثرومبس. يبقى القلب ثلاث انواع من الجلطات بيتكونوا، ممكن تبقى في الاكلم زي البول ثرومبس او فيجيتيشن على الفالف او ميورا ثرومبس في جدار مين؟ الفالف من جوه. صعبه؟ في اي مشاكل؟ يبقى الجلطه ممكن تكون في ارتري. اشهر سبب تكون الجلطه في الارتريز اثيروسكلوز رقم واحد. ممكن تتكون في الكافيرز زي مرض اسمه او حاله اسمها مش مرض فروست بايتس. ماشي؟ سيفير كود او اكسس كود دامج للكابيلز ده من الجلطه جواه. او في القلب في الاتريم او في الفنتر او على الصمام. فاضل فين بقى المعلم بتاعنا؟ في الفينز. مهم قوي دي. بيقول لك اي فينز؟ بيقول لك اي فين؟ زي ايه؟ الفين او الفينس ساينس. ايه الفينس ساينس؟ كافيرنس ساينس، سيبيروس ناشونال ساينس، ماشي كده؟ الفينس ساينس بتاع كده كانت في سوبرفيشال فينس سيستم، جريت سافنس، فين شورت سافنس، فين الفينس بتاع الابر لين، دي كلها فينس موجوده في الجسم، هقعد ابص اسماء الفينس عندها ايه؟ ماشي؟ طب انواع الجلطات في الفينس ايه؟ قال لي في نوعين من الجلطات بيحصلوا في الفينس، انا مش بتكلم على اسماء الفينس. نوعيه تكوين الجلطات في الفينس طريقتين اثنين. وبتسال الشفوي مهمه قوي. في حاجة اسمها ثرومبوفلوفايتس. وفي مرض اسمه فيليبوثرومبوليس. اسمها ايه؟ ثرومبوفلوفايتس وفيليبوثرومبوليس. اسمها غريب قوي. ودي بيقسموها سيبتك واسيبتك. بص بقى كده معايا، نهدي شوية كده. تلاقي الشيخ يقول لي يا ابني ايه الفرق بين الثرومبوفلوبايتس والفليبوثرومبوزس ومين فيهم اخطر؟ يعني ايه ثرومبوفلوبايتس؟ يعني ايه فليبوثرومبوزس ومين فيهم اخطر؟ بصوا ايتس معناها ايه؟ ايتس دي ايتس معناها ايه؟ انفلاميشن صح؟ قال لك ثرومبوفلوبايتس حصل التهاب في الفين ولما حصل التهاب في الفين اتكونت جلطه.
بسيطة قوي يعني مش كده. قال لك الالتهاب ده ممكن يكون بكتيريا او مش بكتيريا. يعني لو فين جنب خراج ولا بتاعي بس بتكسر فيها بكتيريا يعني كده. ولو كان نتيجة اشعاع او اي مصيبة تانية واحد اخد علاج اشعاع حصل التهاب في الفين ولا كده يبقى سبتك ما فيهاش بكتيريا. ماشي؟ فيها مشكلة ايه؟ يعني قصدك الثرومبوفليبايتس انفلاماتوري ثرومبوزس. يعني تكوين جلطات نتيجة ايه؟ انفلاميشن. مارفليبو ثرومبوزس قال لك اي جلطة بتتكون في الفين نتيجة سبب اخر غير الانفلاميشن اسمها فليبو ثرومبوزس. يعني من الاخر يعني دي انفلاماتوري ودي نون انفلاماتوري بس كده يعني. وقال لك زي سبب ايه يعني؟ واحد عنده باريكوز فينز دوائر الاوريه في التهاب قدم مفيش التهاب الدم ايه سرعته بطيئه فكونت جلطه دي انفلاماتوري؟ لا يبقى دي فليبو ثرومبوز. واحد لاقي البرولونج ريكامبنس السرير بتاعه ما بيتحركش. واحد عنده هارت فيلير والفينس ريترن بطيء جدا والفينز وتكون فيها جلطات يبقى دي ثرومبو فلوبايتس؟ لا اسمها فليبو ايه؟ ثرومبوز. فيها مشاكل؟ طب مين الاخطر بقى؟ طب انا هشرح لكم حاجه. سيبتك ثرومبو فلوبايتس خدناها في البايين يا فاكرين؟ ايه اللي بيحصل؟ جلطه بتتكون وفيها بايوجينيك بكتيريا بتتفكت الجلطه وتجري في السيركوليشن وتعمل ايه؟ وتتزرع اورجنز كلها وتعمل خراريج وتموتهم. فيتال كونديشن صح؟ مين الاخطر؟ بس مش هقول لك ايه؟ سيبتك ثرومبوفلوبايتس ولا فليبوثرومبوزس؟ يعني واحد رايق على السرير والدم في البين اتجلط فيه دي فليبوثرومبوزس صح؟ ولا واحد عنده سيبتك ثرومبوفلوبايتس ويخش البايونيات؟ مين الاخطر بقى؟ يبقى طبيعي المنطق يبقى مين؟ سيبتك ثرومبوفلوبايتس هي الفليبوثرومبوز اخطر طبعا. طبعا اكيد دي الاخطر. يعني نوضح كده من الكلام ان في حاجه خطر هنا. ازاي يعني؟ بص يا سيدي هو انت متخيلين ان الثرومبوفلوبايتس سهل؟ يعني واحد عنده ثرومبوفلوبايتس مثلا في الفيز بتاعت الليك ده بيقطع على الوش فيري فيري سيفير بلين بين وساعات في فرق عارفين اكيد الفاديشن هاردنس وريدنس وسواد وبتاع وتيجي تبص على مثلا لو عامل حاجه في الليك فيز ولا كده ما تقدرش تلمسها من السرير من عندك لو اتسابت لو اتسابت هتاك بينا لو ما عندكش كويس يعني ما عندك فكره بخاف ما اعرفش ايه والقرف اللي بيعمله ده تمام هتخش مصيبه واحده يبقى طبيعي بس هو هيروح لعيال مش هيروح هيروح تمام هيروح للدكتور هيروح لاي حد هيروح للبدايه او اي مصيبه بس انا قصدي ايه هيروح يدور على علاج يعني ده قصدي عليه فهمت قصدي في اعراض موجوده ماشي اهملها ما عرفهاش يبقى كده دخلنا في ايه في البريطه ما هيش انا قلت عند فلوك فيلبس رموز واحد عامل واحد كان عامل عمليه واخد بالك وهو كان شغال السرير ما اتحركش خلاص بدا كان بيركبوا له اسفار الدور وبتاع ما كانش يتحرك تمام وبعد كده يتحرك يعني الحرك ده ايه بقى حس ان فيها كلام اللي هو بتاع ومفيش الم جامد قوي وبدا عايز يروح حمام مثلا هو دايما بيرجع بيروح على الارض ايه اللي حصل؟ قال لي ده هو كان مشكله في الديك بيس وانت غلطت وطول ما هو كان قاعد ما اتحركش الدور ساكن في مكانه. بدا يتحرك ماشي الدم بدا يتحرك ما تلعبش الجلطه اتحركت مكانها. هتروح فين؟ تيجي على الرمادي العرضي تروح على الفلاش. هيموت ساكت. مين الاكبر بقى؟ في البوس البوس كان سايلنت كونديشن. ما بيجريش فيه اصلا ماشي؟ مش حاسس مفيش قلق مفيش حاجه اصلا هي ما جتش ليه؟ يعني واحد مثلا الجلطه اتطورت في البيزا ولا في اي دي فينا سيستم ولا علم سيستم هيكشف على ايه ومفيش الم عنده اصلا مفيش انفلاميشن مش هياخد باله ماشي انما عنده ثرومبو في الفيروس دي مصيبه فيري فيري فول بطريقه بشعه ماشي لو اهملها وسابها وبعد كده بتتكلم ايه المشاكل دي فهمت يا اخوانا يبقى السبب ان الفيروس مقبول سايلنت كونديشن انما ثرومبو في الفيروس اكملت بساينس وبتقول ايه انفلاميشن سيفير فيري وورتنس بتاع في مشاكل صعبه ماشي يا عم اتكونت الجلطه خلصت ماشي اخرتها ايه الجلطه دي؟ ايه الفين بتاع الجلطه؟ بص معايا بص يا سيدي واحد لو صغير Thank you.
مول ولا تعمل اي حاجه. ليه؟ قال لك في عندنا في قدامنا حاجه اسمها فايبرينولايزينز مش كمان بتدور الجلطه وابزوربت ولا اكن اي حاجه حصلت خالص. بتعمل مشاكل نو باثولوجيكال افكت خالص، يعني مش هتسد اليوم ولا اي حاجه خالص. هي جلطه صغيره اتكونت وخلاص ودابت واختفت يعني. طب لو كبيره؟ قال لك ممكن كبيره وساكنه او اتحركت. ماشي؟ يعني طب لو كبيره وقافله الفيسل وخلاص وفضلت على كده. في حاجتين بيحصلوا هنا. ايه؟ قال لك ممكن تتملى الجرانيشن تشو. عارفين الجرانيشن عباره عن ايه؟ نيلي فورمت كابيلاريز وفايبر بلاست وكولاجين بتاع الجوه. ويبدا الماكروفاج تاكل الايه؟ التشو الموجود ده ويفتح اليومن تاني. بس الكلام ده بيقعد شهور. ماشي؟ اسمها ريكانلايزيشن. يعني واحد مره كان جاي كان واخد حقنه في دراعه. ماشي؟ كان واحد غشيم بيديله الحقنه فعوره يعني بقى مش عارف يجيب البين كل شويه ايه؟ يعور الفين من بره. ماشي؟ اتبهدل البين خالص. فجايب السيفاليك فين ده وبتاع كله يعني حبل كده بيتجرد في الدم. فراح من راح بتاع فاسكولار بس كده عليها قال لك ايه سيبها سيبها خالص ما تقربش منها ولا فيها اي حاجه. بس هي تفتح لوحدها. كان الفين كله ده خد دم كله اتجرد فيه كده. ماشي؟ قعدت بقى ست شهور. وبعد ست شهور رجع الدم ايه؟ ولا يعني تبص كده احط لك عليه ولا اي حاجه حصل خلاص اختفى من الموضوع كله. ايه اللي حصل؟ قال لي ابدا اللي حصل ان الجلطه انفيتد باي جرانيشن تيشو. والكابيلاريز مع والماكروفاج بدات تنظف مين؟ التشو ده بس بعد فتره طويله قوي وحصل ديكونستراكشن تاني للايه؟ لليوم. في ساعات بتسد خالص بقى. لو حصل كالسيفيكيشن. طب ماشي يعني ساعات بترص فيها ايه؟ كالسيوم. بس لو كبيره شويه ايه وساكن في مكانها يعني. طيب اي نوع من الكالسيفيكيشن؟ قال لك كان في حاجه اسمها ديستروفيك وحاجه اسمها ميتاستاتيك. نوع الكالسيفيكيشن هنا قال لك ديستروفيك. هو هنا في هايبركالسيميا؟ لا ده هو في مشكله نفسها قال لك بيطلع شويه القليل فوسفاتيز في المنطقه بتاع الجلطه نفسها ماشي ويترسب فيها ايه؟ كالسيوم ده اللي بيسموه ديستروفيك ايه؟ كالسيفيكيشن. يعني في الحالتين دول الجلطه ساكنه في مكانها. او تتحرك يعني الجلطه كانت كده بالمنظر ده بدات تجري في قلب الايه؟ السيركوليشن بتعمل ها؟ امبوليزم. تجري بتعمل ايه؟ قال لك على حسب فيها بكتيريا ولا فيهاش؟ ركزوا معايا. هل فيها بكتيريا ولا فيهاش بكتيريا؟ فيها بكتيريا بايميا. فيها بكتيريا تعمل ايه؟ بايميا. طب ما فيهاش بكتيريا هتسد فيسل او اي حاجه وتعمل تموت تقطع البلاد سبلاي عن الاورجن ده. فكان اسمها كوابلت نكروزس او تعمل حاجه انا كنت ان شاء الله هتحصل اسمها انفاركشن. اسمها ايه؟ انفاركشن. فيها مشكله؟ يعني هتعمل حاجه اسمها ايه؟ امبوليزم. يعني ايه امبوليزم بقى دلوقتي؟ ايه رايكم؟ كلنا طايره قلب الايه؟ السيركوليشن وبتتحشر فين؟ في الفيسلز. دي اسمها ايه؟ امبوليزم. في اي مشاكل؟ صعب؟ بص معايا. الايه؟ فاهم القصه بتحصل ازاي؟ بصوا قصدك في الريكانلايزيشن مش كده؟ طيب دلوقتي المراحل كالاتي كان في جلطه هنا ماشي؟ بدا يحصل ايه؟ بصي يدخل فيها جرانيشن تيشو بقت عامله ازاي؟ هو عباره عن جرانيشن ده ده كله عباره عن ايه؟ كابيلاري صح كده؟ الدم بدا يتحرك نسبيا فيها صح كده؟ بدا الماكروفاج يتحرك كل الانسجام بعد فتره يبقى ده يرجع في مكانه. فهمتيها؟ ما سمعت. ما انا مش فاهم صراحه لحد دلوقتي الموضوع ده، يعني خلى بريك جميل جدا مع الثورات. فاضل بس حته في الثرومبوز هقولها الحصه الجايه. حاجه اسمها اجونال ثرومبس وفي اللي هي بتاعت البيل اكسبوزنج فاكتور عشان ما فيش حصه اللي فاتت كله مش مع بعض بس. ايه موضوع الامبوليزم ده؟ ركز معايا يا شباب. انا هقول ايه دلوقتي يا شباب؟ ايه اللي حصل؟ لما الجلطه اتكونت اتفتتت وجريت ايه؟ في السيركوليشن صح؟ كتل غير قابله للذوبان بتلف في الفيسل وتتحشر فيه. كتل غير قابله للذوبان. واحد يقول لي يعني ثرومباي يعني ده دي نوع. هي ممكن الكتل تبقى حاجه ثانيه؟ اه ممكن تبقى حاجه ثانيه. ماشي؟ كتل غير قابله للذوبان عامله فين؟ في السيركوليشن. زي ايه؟ بصوا معايا. يبقى هنا الملازمة بص سيركوليشن اند امباكشن
undissolved substance in a vessel. خلي بالك لو قلت مثل ايا كان بقى نوع مش كلام. المهم يعني حاجه بتلف وتتحرك صح؟ جاله مره في الكويز السنه اللي فاتت ايه تعريف الامبولاس؟ محدش عارف يحل، كل الناس بتعرفها. هيقول لك عارف ايه؟ امبولاس مش امبوليزم. بص معايا الامبولاس undissolved substance circulate and then back to the vessel. بس خلاص. قصدي ايه؟ undissolved substance اللي هي ايه؟ الامبولاس يعني قصده كده. فده جاب التعريف بتاعها، جاب الديفينيشن في كويز بتاع اول كويز جوه السنه اللي فاتت كان جاب في امتحان الامتحان، جاب ديفينيشن اوف امبولس مش امبولس زي ثرومبولس وثرومبس. العمليه نفسها اسمها ايه؟ ثرومبوزس. اللي اتكون اسمه ايه؟ ثرومبس. العمليه نفسها اسمها ايه؟ امبوليزم. اللي جاب السيركليه اسمها ايه؟ امبولس. جمع امبولس امبولس بس وخلاص. صعبه؟ في مشكله؟ طيب يقول لك طب في الكتاب برضه عامل مشكله جامده قوي في الموضوع ده، يقول لك ايه؟ انواع الامبولاي. واحد يقول لك مش عارف باراسيتك، ممكن يبقى فورين بادي اللي في السيركوليشن، فات، بالمونري. طب انت مقسم على اي اساس؟ هو انت مقسم الامبولاي مثلا، ما هو بالمونري دي يعني ايه مثلا؟ انت قلت لي في فات امبوليزم صح؟ يعني مثلا في دهون بتلف في السيركوليشن. اير امبوليزم يعني في هواء في السيركوليشن. ليوكوسيتيك امبولاي يعني في ليوكوسايت متجلطه او عامله كتله بتلف فين؟ في السيركوليشن. بالمونري امبوليزم يعني مثلا في رئه في السيركوليشن مثلا ولا ايه بالظبط؟ يقول لك يعني جلطه اتحشرت في الشريان الايه؟ الرئوي. طب انت بتقسمها على اي اساس؟ كونستيتمنت ولا كورس ولا ايه بالظبط؟ يعني ايه الكلام الغريب ده؟ وبعدين يجي يقول لك بقى ايه؟ الفيل بتاع الامبولاي لو سبتك ولا اسبتك؟ فانت مقسمها على اي اساس يعني؟ في تقسيمات للامبولاي هنقسمها ونشوف الكتاب عالم كل الكلام ده ببعض بقى. بيقول لك تقسموا الامبوليزم او الامبولاي على حسب ايه بقى؟ بص على حسب الكونستيتمنت، على حسب السورس بتاعها والكورس بتاعها ماشي ازاي، او على حسب الانفكتيفيتي. طب ودي سهله، فيها غبطين ولا ما فيهاش؟ هي اللي فيها الامبرس يعني اللي هي ثرومبس، اي حاجه بقى ثرومبس او مش ثرومبس مش كده، فيها بكتيريا تبقى سيبتك ما فيهاش تبقى ايه؟ اسيبتك مش كده، ودي ليها تاثير او ليها تاثير خلاص. طب على حسب السورس والكورس ماشيه ازاي؟ قال لك انواع، اربع انواع، ممكن تبقى بالمونري، ممكن تبقى سيستميك امبوليزم، ممكن بورتال امبوليزم، ممكن بارادوكسيكال. ايه الكلام الغريب ده؟ بص تعالى سيبتك الدوره الدمويه مش ازاي؟ من الاول ايه؟ لو الجلطه في الكريبيوتري ان البورتال بي
هتروح على الدنيا وين؟ على الليفر صح؟ اسمها بروتين امبوليزم. اسمها ايه؟ بروتين ايه؟ امبوليزم. دي بره بتاعت الليفر. في مشاكل؟ يبقى ليه لو تشوف على دي مثلا البطل بتاعها هتروح اول بطل على الدنيا على البروتين دول وعلى الليفر. الحاجة دي اسمها بروتين امبوليزم. ايه مشاكل؟ طب غير كده بص معايا. ايه رايكم لو واحد في اللور ليمت اتكونت جلطه مثلا تمام؟ تعال نمشي مع المسار بتاعها تمام. هتروح على الانفيرو فينتيرو صح؟ على الرايت سايد بتاع الرابط مش كده؟ وبعدين على مينا اللانج. اول اورجن اتحشرت في مين؟ اللانج عن طريق مين؟ البرمونال صح؟ اسمها بالمونال امبوليزم. اسمها دي هرمونال امبوليزم ودي غالبا بوست اوبرتيف. يعني ايه بوست اوبرتيف؟ واحد راجع في السن فتره طويله الجلطه بتعمل فين؟ في الفيز بتاعت الرجلين. فكان وقت المراحيض بدا يتحرك وفجاه الجلطه اتحركت وقفلت مين؟ الشريان الايه؟ الرئوي خالص وقفت السيركوليشن وعملت. اسمها هرمونال ايه؟ امبوليزم. صح؟ ماشي؟ بس مش شرط هو كده ايه؟ في الكتاب كده كده بوست اوبرتيف هرمونال امبوليزم. هو مش شرط بوست اوبرتيف. واحد يا عم كان رايد عنده مثلا هارت فيلير من فرات في سرينج ماشي. واحد عنده ماريكوز فينز مش كده برضه؟ هو الماريكوز فينز بقى من العمليات الفين واسع والجلطه اتكونت فيه واتحركت راحت على الرئه ماشي. بس يعني من بوست اوبرتيف يعني من اشهر اسبابها يعني. في مشاكل؟ طب دي لها دعوه بالمكونات بس دي غالبا جلطه صح؟ صوت بس يعني او صوت بس في القصه. طيب في اي مشاكل؟ ايه يعني؟ ايه رايكم لو الجلطة موجودة في الليفت سايد بتاع الهارت هنا ازاي؟ بولس رومبس فيجيتيشن في الفنتر كده تمام؟ هتتحرك تروح فين؟ ايه رايكم؟ على سيستميك ارت صح اللي هو مين ده؟ الاول تربطها على المخ بقى على الدرين على البون على الكدني تمام؟ دي اسمها حاجة سيستميك امبوليزم. اسمها حاجة ايه؟ سيستميك ايه؟ امبوليزم. يبقى استنى بقى البلمونر امبوليزم جاي من الرايت سايد بتاع الهارت على اللنج. طب جاي ازاي الرايت سايد بتاع الهارت؟ جاي من السيستميك فينز جاي مثلا من الليف فين بتاع ماشي وراح على الرايت سايد ومنها على الايه؟ على اللنج. طيب اللي طلع من الليف سايد بتاع الهارت سيستميك امبوليزم من الليف سايد بتاع الهارت اتورطها على البرين على البون على التاني اسمها سيستميك. طب في الجي اي بي بورتال. طيب بصوا معايا كده المفروض لو في جلطه او في مشكله في اللور ليف الجلطات هتروح فينها؟ ردوا على الرايت سايد بتاع الهارت ومنها على اللنج. ولو عادت من الرئه هتروح فيها؟ على الليفت سايد ومنها على البرين صح؟ يعني لو واحد عنده ثرومبس متكونه في الليف فين عشان تروح على المخ هنا لازم تعدي على مين الاول؟ ها؟ ردوا على الرايت سايد وبعدين ها؟ على اللنج. ولو عادت الرئه ماشي هتروح فيها؟ على البرين مش كده برضه؟ ينفع تطلع من الليج فين وتروح على البرين من غير ما تعدي على دي اسمها بارادوكسيكال متناقضه غير منطقيه غير منطقيه صح كده؟ ما هو فعلا ازاي تيجي من هنا تروح على البرين من غير ما تعدي على الرئه؟ قال لك في خرم في القلب. اه هو عنده مشكله بقى مش طبيعي يعني اتري ريسبتر ديفكت او فنتريك ريسبتر ايه ديفكت. فايه اللي بيحصل؟ الجلطه بتيجي تروح على مين؟ ها؟ على الرايت سايد على الاتري ريسبتر ديفكت او على الفنتريك ريسبتر ديفكت تروح على الاورطه على البريك. لو عنده دكتور يبات الارتري مثلا عنده ايه يبات الارتري مفهوم ازاي؟ يعني اي سبب بقى سواء الليفر بقى نسيت اتقفل خالص اه هيروح فين بقى دي؟ تطلع من هنا على الرايت سايد بتاع الهارت على اللنج برضه اللي بلش اه احنا هناخد في بالانس الكلام ده ماشي؟ نوع الجوف ولا بتيجي في الرئه عامله ازاي؟ بس دي برمودا مش رايح على برمودا على اللنج دلوقتي راح على الليفر ولا لنج؟ لنج خلاص برمودا اللي بلش ماشي يا اخوانا؟ في اي مشاكل؟ بصوا معايا يبقى كل برمودا افكار للمصدر بتاعها وماشيه ازاي صح؟ ممكن تبقى بورتال امبوليزم ممكن برمونال امبوليزم لو قطع الرئه سيستميك لو نظر من الاتصال بتاع الهارت بارادوكسيكال بس دي حاله خاصه جدا ماشي؟ يبقى عنده حاله ريسبتر ديفكت او فنتريكول ريسبتر ايه؟ ديفكت. في اي مشاكل؟ طب اللي بيلف ده بقى عباره عن ايه؟ مكونات
تعال نشوف بقى according to the constituent بقى فهمت اخوانا؟ صح؟ لانه في كتاب عاجن في بعضه كله في بعض مش عارف بقى ده constituent ولا كورس ولا سورس ولا ايه المصدر ده مش عارف ايه. طب واحد يقول انا جاوبت بالنظام ده التقسيمه دي في الامتحان صح؟ طبعا. حد له حاجه عندك؟ كلام مظبوط. موجود في المراجع مقسمها كده. مقسمها كده في المراجع according to كذا according to اروح مذاكر المراجع يا عم. ماشي؟ انا مالي بالعك اللي هو عامله ده. فاهمين؟ بص المكونات بقى دي جميله قوي. ممكن ثرومبوتيك ليوكيميك فورال بارد فات امنيوتيك فلويد اير اثيرومبس سلام وطور كده. طبعا اللي فيهم كلام شوية يعني دي ودي طبعا ملهاش حل. تعرف كده بقى ايه؟ ثرومبوتيك واحد كان عنده جلطة في الليج فين او في اي مصيبة والجلطة ديتاتشمنت حصلها ايه؟ ديتاتشمنت وعلى حسب بقى هل هي سيبتك ولا اسيبتك؟ اسيبتك هتسيب بلاد بس اللي برين ولا بتاع تعمل انفاركشن. سيبتك تعمل بايميا خرابيك. بس هنا المصدر بتاعها ايه؟ ديتاتش ثرومبس. ديتاتش بايه؟ ثرومبس. مش احنا قلنا في الفيل بتاع الثرومباي في ديتاتشمنت صح؟ يبقى هنا النوع هنا ايه؟ ثرومبوتيك. وقال لك ممكن تبقى ثرومبوتيك وبلمونري. ايوه ايه المشكله؟ واحد كان عنده جلطه في الليج فين مش فاهم؟ شفت القصه عامله ازاي؟ جلطه في ايه؟ في الليج فين. هتروح على الرايت سايد بتاع العرق وعلى اللنج بلمونري. ايه المشكله هنا؟ ممكن تبقى ثرومبوتيك وبورتال امبوليزم. ايه المشكله؟ الجلطه اتكونت في بورت عند البورتال فين او في الابندكولار فين واتحشرت في الليفر بورتال امبوليزم. اه يعني في فرق بين التقسيمتين دي اكورد من الكونستيتوت صح؟ الثاني اكورد من الكورس. ممكن تبقى بارادوكسكال. ايوه ليج فين وراح على البرين يعني عن طريق دي اس دي او ايه او اتر ريسبتور ايه ديفكت. فيها مشكله؟ معايا اخوانا؟ طيب لوكيميا دي في حالات اللوكيميا من اسمها حتى كده وفي كمان نزود تيومر كمان هقول لكم عليه دلوقتي. قال لك ازاي في حالات اللوكيميا سرطان الدم خلايا الدم البيضاء بتوصل لربع من 500,000 نص مليون النورمال قلنا 13. تخيل طب ده بيعمل القلق يعملوا كلاكيع جوه السيركوليشن وتتحضر فين؟ في اي مكان فين؟ في الجسم في الليفر في البرين في اي حته اسمها لوكيميك امبولاي في حالات اللوكيميا او تيومر امبولاي الورم الخبيثه. مش يقول لك الورم انتشر في جسمه صح؟ انتشر ازاي؟ الورم الخبيث نفسه الخلايا بتاعته تخش في قلب الايه؟ الدم وتنتشر فين؟ في انسجه الجسم كلها وهي بتجري في السيركوليشن اسمها العمليه دي امبوليزم اسمها تيومر امبولاي. باراسيتيك دو ده في السيركوليشن بالهرسيا ولا بتاع بويضات دو ده ورقات فيلاريا عملت في قلب الايه؟ السيركوليشن دي باراسيتيك امبولاي صح؟ ايه تاني؟ اثيروسكلروسس. عارفين اثيروسكلروسس؟ ماشي؟ ايه اللي بيحصل فيها؟ ترسبات هرمونيه في قلب اليوم صح؟ في قلب تحت الاندوثيليا. قال لك ساعات الترسبات بتبقى عاليه جدا بالمنظر ده. تعمل طبقات مرتفعه زي الهضاب كده. طبعا ده ارض مش كده؟ السرعية ده سريع في الارض مش كده؟ فيروح مقشر مين؟ الكتلة الصغيرة دي اللي في قلب الايه؟ السيركوليشن. الطبقة المرتفعة دي بيسموها اثيروما. اسمها ايه؟ اثيروما ماشي؟ اسمها اثيروسكلروزس والكتلة الصغيرة اسمها ايه؟ اثيروما. اثيرومتس امبولاي الكتلة اللي هي ديتكشن بتجري في قلب الايه؟ السيركوليشن. طيب امال بقى فورين بودي ده جت ازاي؟ ابدا واحد كان بيركب كانيولا بلاستيك طبعا في كانيولات غاليه وفي كانيولات رخيصه. في تلاقي مثلا كانيولا نفس المقاس تلاقي مثلا ب 2 جنيه ونص ولا بتاع وكانيولا ب 18 جنيه. ونفس الشكل واللون بالظبط اه بس الخامه بتاع البلاستيك رديئه او نظيفه. يعني ساعات الناس تسترخص يقول لك ما دي حلوه 2 جنيه ونص بقى اجيب واحده ب 18 جنيه ولا بتاع ولا ب 10 جنيه حتى دي رخيصه وحلوه. المشكله بتدخلها البلاستيك بتاعها بيتكسر جوه الفيسلز. ماشي ايه؟ وتقعد فتره لو حمر دراع او ثاني دراع ممكن تتكسر ماسك البلاستيك بتاعها. يجري في قلب السيركوليشن يعمل حاجه اسمها فورين بودي ايه؟ امبوليزم. فيها مشكله؟ يعني ايه فورين بودي؟ هي حاجات زي كده كانيولات يعني. مش الكانيولا كلها سن الكانيولا البلاستيك بتاعها. ماشي يا اخوانا؟ طيب. فات. واحد يقول لك قصدك الليبت لما يكون في هاي دينستي لايف بروتين ولو دينستي انا مش بتكلم عن كده خالص. سمنه
صحيحه في السيركوليشن. حقنه زيت مثلا ولا حقنه سمنه دي؟ هتكلم كلام عادي بقى. دهون فات في قلب السيركوليشن. ايه اللي هيدخل الدهون دي في السيركوليشن؟ عارفين فات ليفر؟ ماشي؟ سيفير كيسز اوف فات ليفر. الخلايا بتتأثر يرفع منها الدهون وتجري في قلب السيركوليشن. ادي واحد. او فراكشر نون دهون. يعني ايه فراكشر نون دهون يعني؟ عارفين العصب عامل كده. ايه اللي جوه هنا؟ البومر صح؟ ده مليان دهون اصلا كده؟ المرة فات نفسه. كسر مضاعف في العظمة. اتقطمت نصية. لما اتقطعت اتكسرت بالمنظر ده، الفيز اتفتحت صح كده؟ الفات اللي موجود في البومر بيخش في قلب الايه؟ البلاد مش كده؟ دي اسمها فات امبوليزم. في حاجة ايه؟ كمية دهون كبيرة جدا بتخش في قلب الايه؟ الفيز. بس مش في أي كسر، حوادث يعني. كسر محترم يعني. كومبليت فراكشر أو كومباوند ايه؟ فراكشر بيخش الدهون في قلب الايه؟ البلاد. المرو فات نفسه. او بيرمت وفاتي اريا. حروق ماشي؟ واحد مثلا ايه؟ بس حروق مثلا من واحده بس تهت جسم ولا بتاع السبب تاني اسباب بيسيح ويخش في قلب الايه؟ السيركوليشن. سمنه سايحه دي تعمل فات ايه؟ فات امبوليزم. فهمتوا يا اخوانا؟ صعبه؟ دي كلها اي ده هي دي المصادر الوحيده للفات اللي يخش فين؟ في الدم يعني. يا اما بيرمت سبب تاني اريا. او ايه تاني ها؟ قلنا سيفير كيس اوف فات ليفر او فراكشر في اللونج ايه؟ فراكشر اللونج بول. صعبه؟ امنيوتيك فلويد. طبعا ده اسنان الولاده طبعا، واحده بتولد ولا بتاع الامنيوتيك فلويد يخش في السيركوليشن. قال طب ده بيحصل ليه؟ قال لك الدكتور غشيم عمل لها طب صناعي بغباء يعني، المفروض جريد جريدز معينه وتدريج معين، ده ايه؟ طب صناعي المفروض ان الامنيوتيك فلويد بينزل في الاول بعد كده عايز ينزل بعد كده تمام؟ فبينزل على الميه الاول. فكل اللي حصل ان الايه؟ الاميتيك فلويد والمبريز ما بشرتش. وفي سيفير تراي ايه؟ كونتراكشن. يعني يترس اهو كده. ماشي؟ والفلويد موجود لسه العين اهو ماشي؟ ما بشرتش المبريز. فايه اللي حصل؟ مع السيفير كونتراكشن المبريز بترشح في قلب اليوترس. فالاميتيك فلويد طبعا خلي بالك اليوترس هاي فاسكولر. في الحال ده الفيزم تخينه جدا ومفتحه. فيروح الاميتيك فلويد داخل فين؟ في قلب الفينز. ده مصيبه. ده اللي ورد طينا. يعمل ايه؟ قال لك المصيبه الاميتيك فلويد ده اول ما يلمس الدم بينبه عمليه الكواجوليشن في الدم كله. تخيل المنظر عامل ازاي؟ فبيحصل ايه؟ قال لك بتكون مالتيبل ثرومباي اولوفر ذا بودي. مالتيبل ثرومباي فين؟ في الجسم كله. تمام. وتلاقي كل الفيسل جلطه 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 بني الجسم ايه؟ كله بيسمى المنظر ده اسمه غريب شويه اسمه disseminated intravascular coagulation او coagulopathy. نعم هتموت او يسموه كده دي اي سي. يعني بتوع الدكاتره بتعناه والجماعه بتوع الناس اللي دخلت في دي اي سي يعني ايه disseminated منتشر intravascular coagulation. العيال اللي بتموت من سيفير بليدنج. طب ازاي؟ قال لك ما هو ما عادش فيه فايبرينوجين خالص. ما عادش في جسمها فيه فايبرينوجين نهائي خالص ما عادش. راح فين؟ استولد كله في الجلطات الصغيره دي. هي الجلطات ما بتوصلش لمرحله انها تسد الفيسل خالص. ماشي؟ هي الجلطات جلطه 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 بلد ايه او عيال ميه. بس ما عادش في فايبرينوجين خالص. عمالك تنزل ما هو طبيعي ان بعد الولاده في نزيف. عارف ايه مصدر النزيف؟ اساس ان في اوريدي بعد الولاده في نزيف طبيعي بيحصل بيدرس. المفروض الفايبرينوجين بيقفله. بيقفل النزيف ده الفايبر نتورك وبتاع فايبر بلاد وبلاد بلاد بتقفل الكلام ده ما عادش في فايبرينوجين خالص. ماشي؟ فبيجي لها ايه؟ نزيف بكميات غير لحد ما تموت. يقول لك من الله دم ما هو اللي هيخش هيتجرد برضه. طب زود الطين بقى الاخر. ما هو في اميتيك فلويد موجود. هتعمل ايه؟ بتموت. ماشي حاجات سيئه جدا على فكره. يعني لو كانت بتولد واحد اه من دون الاسباب هو ده الدي اي سي ده ما لهاش حل. ماشي في حاجات بقى بتضاد الايه؟ الاكشن بتاع الميتك فلويد والكلام ده ماشي بس يعني ايه عامه يعني لو واحده في مستشفى عاديه ولا بتاع خلاص مع السلامه بتضيع بتضيع على طول دي ماشي خلاص اسمها دي اي سي او ديسمينيت انترا واسكولار ايه؟ كوكيليشن. اخر حاجه الهواء. ايه اللي دخل هواء في السيركوليشن؟ طبعا بقى ايه مش قصدي لحقنه هواء ولا واحد ماسك سرنج عمال يعمل لي كده يطلع لي ايه؟
مش بص بقى كده عشان النقطه دي هتطلع ولا بتاع، مفيش كلام ده خالص. امال ايه؟ منفاخ في السيركيليشن من الاخر كده. بص معايا ايه الامبوليزم او اسمها جهاز الامبوليزم. بص يا شباب، واحد اسببه ايه؟ انجري تو لارج ان الفينز. مس مانجد انترا فينس ترانسفيوجن. تيومر انسفريشن. ارتفيشال نيوموثوركس. كيزون ديزيز او دايفر سيكنس او ديكومبريشن. بص ايه المنظر العجيب ده؟ قال لك والله بص يعني عارفين الانترنال جاجولار فين؟ هو انت عارف يقول لك كميه الهواء اللي بتعمل امبوليزم قد ايه؟ سرنج الهواء يعني زي الافلام العرب والكلام ده ولا نقطه هواء؟ لا لا خالص. قال لك من 30 ل 50 سم مكعب من الهواء. ده اللي يعمل امبوليزم. يطلع الدم العمودي يفصل الدم الى تو سيبريت كورا مفيش كلام. هو دي اسمها الاير امبوليزم. طيب 30 بتسرنج 5 سم اصلا. بتسرنج 5 سم يعني فرصه السرنج على الاقل. ده من 30 ل 50. يعني بدل من 30 لكام؟ ل 50 سم متر المكعب دي اتنورت. يعني شوف انت بقى كام سرنج دي؟ عاطف عمال منفخ في صدره. منفخ طبعا. ومفيش حد هيعمل كده يعني. تمام؟ امال ايه بقى اللي دخل هو الكميات العنيفه دي؟ قال لك في حالات معينه بس في الكلام ده. ايه هي؟ قال لك انجري تو لارج فينز. الانترنال جاجولار فين اتفتح. طبعا ده على الكوركس على طول صح؟ في نيجاتيف انترا توراسيك بريشر. ده مثلا واحد ضرب بالاكتف خنجر ولا بتاع في نوع معين كده من الخناجر كده بتوع الجيش والكلام ده اسمها خنجر بيعمل خرم. يعني المفروض السكينه بتخش وتطلع تسيب مكانها ايه مقفول. ماشي؟ ده واحد خنجر تخين كده بيخش في خرم مكانه. ايه اللي بيحصل؟ ده الشخص لما ضرب بالاكتف الخنجر بيموت في لحظتها. ده الامبوليزم. ده تسمع صوت شفطها كده من رقبه كده حاجه بتتشفط. لان الانترنال شغله بيطلع على الكوركس على طول. اول ما انضرب في الاكتر وشافت هواء على فين؟ على البرمانك يقفل على طول. فهمت قصدي؟ دي ده من الويتش من الويتش من الزيت ده بيموت من الامبوليزم نفسها. ايه؟ ايه؟ ليه طبعا يعني في الجيش حاجات معينه يتضرب فين؟ يتقطع في الحته الفلانيه بيبقى الحاجات دي اللي بيتدربوا عليها يعني. بتوع الصعب والجماعه دول. ماشي حتى تلاقي خمسه كده شكله غريب كده. ما اعرفش شفته ولا لا. حاجه كده هي كده مش عارف مسند كده. ماشي شفت المنظر ده؟ تمام ده ايه ده الخمسه؟ لا مش ده السمك كده حاجه ثانيه. ده خنجر تخين كده السجن بتاعه كبير قوي. المهم بس طرفه زي يعني رهيب. مس مانجد انتر فينس ترانسفيوجن. بص عامل ازاي ده؟ يعني جهاز المحلول اهو في خطهم محلول مش كده؟ طبعا بتاع اللي بتنظم بيها ايه؟ دخول كل المحلول. ليه بقى المفروض لما قبل ما تركب جهاز المحلول بتركب الاول خطهم فين في الازازه صح؟ ينزل السائل كله. بعد ما ينزل السائل بتركبه فين؟ في الفين. طيب لو ركبت الخرطوم الاول في الفين وبعدين ركبته في الخرطوم هنا، قال لك كل الهواء اللي في الخرطوم هيخش جوه الايه؟ جوه الفين. تمام؟ كميه الهواء اللي في الخرطوم دي على حسب الخرطوم العاديه 30 سم. 30 سم مكعب، خرطوم الدم بتاع جهاز الدم، قصدي يعني كيس الكيس ده تخين شويه 50 سم. يعني انت بتدخله الهواء بالظبط اللي يعمله ايه؟ امبوليزم. خبر. لازم الاول تطلع كل الهواء ده. ماشي؟ بعد كده تركبه فين؟ فين فين؟ يبقى ده اعطاء المحاليل عن طريق الايه؟ بطريقه خاطئه. ماشي؟ مس مانج انترا فينوس ايه؟ ترانسفيوجن. في اي مشكله؟ حاجه ثانيه. ساعات بتيجي واحده مثلا بقى لها سنتين ما خلفتش. ادري يخلص. ساعات حاجه اسمها التصاقات في الانابيب. كان عندها التهابات قديمه او حاجه وتكون فايبر اساسي جوه الانبوبه نفسها بتاع الانترس دي اللي ترانسفيوجن. فبيعملوا ايه؟ قال لك بيدخلوا نوع من المعجن معين كده بيحقن هواء يعمل الهواء ده. قال لك يقطع الفايبرس ايه؟ تيشو ده. ماشي ده اسمها تيوبال انسفليشن.
اسمها يا اخوانا تيوبال ايه انسفليشن او حقن انابيب او نفخ انابيب اسمها كده. طيب ايه مشكلتها؟ انا فيها تايمنج معين ما يبقاش اثناء منستريشن. اشمعنى؟ انا في اثناء منستريشن الجسم مفتحت، فلو حقن الهواء في الحاله دي الهواء هيخش فين؟ جوه الجلوكوزيل ويبدا يعمل لها ايه؟ غرق امبوليزم. فلازم ما تكونش ايه؟ منستريشن مش كده؟ فبيحقن الهواء بعد المنستريشن يبدا يقطع الفايبرز دي. ما عادش يتعمل الكلام ده خالص. دلوقتي صار مناظير وبتاع وحاجات، في ادويه بتجاوب الفايبرز وحاجات زي كده، ما عادش خالص الكلام ده ايه؟ مستعمل خالص. بس يعني بيقول لك كان في حالات التيوبر انسفليشن لو الوقت بتاعها غلط اثناء المنستريشن الهواء يخش جوه الايه؟ الاندوميتريال في الفيسز المفتحه المقطعه دي ويبدا يعمل غير ايه؟ غير امبوليزم. فيها مشكله؟ قال لك طبعا كلمه كبيره بيحلها، تخيل الهواء يخش في سيركوليشن. اول حاجه ثانيه ادي المنبه ايه اللي حصل ده؟ البلوره. قال لك في عمليات الكارديو ثوراسيك واحد عنده ورم في الرئه او عنده خراج في الرئه او ايا كان، عشان يعملوا عمليه في الرئه بيعملوا ايه؟ بيحقنوا هواء في البلوره الاول عشان يحصل كلها في المنطقة. ما يعرفش يشتغل، ما بيشتغلش من فوق كده. قبل ما يفتح الشيست الاول بيحقن هواء فين؟ في البلوره اللي فوق الرئه خالص. ماشي؟ وبعدين ده بيسموه ايه؟ هواء في البلوره نيوموثوركس. اسمه ايه؟ نيوموثوركس. طب مين اللي عمل الموضوع ده اللي دخل هواء؟ الدكتور صح؟ يعني حاجه ارتفيشال يعني كده، فبنسميه ارتفيشال نيوموثوركس. ممكن الجراح يدخل غلط يعني او يزود بعد يعدي يخش على اللنج نفسها على بروكيا بين واحد الهواء هو مش واخد باله تمام، فيعمل ايه؟ امبوليزم. او على انتركوستال بين بره يعني برضه ايه؟ امبوليزم. المفروض يعني الهواء في الدور هنا صح؟ دخل غلط على بروكيا بين او غيره وبدا يحن الهواء مش واخد باله، الهواء يخش فين؟ في قلب البينز ويعمل ايه؟ برضه ايه؟ امبوليزم. كده طبعا كلام غلط، مش قصدي الارتفيشال نيوموثوركس نفسه جاب، لا الحقن الغلط نفسه. فهمت القصه؟ طيب نيجي لاخر حاجه، مرض الغطاسين او داء الغطاسين. ايه داء الغطاسين ده؟ يعني بيقول لك اللي هم الغطاسين المحترفين يعني المفروض بيبقى طبعا موجه الهواء مضغوط على ظهره، هواء مش اكسجين، هواء عادي خالص بس ممكن كومبريست ايه؟ المفروض تحت اعماق معينه 20 متر ميه مثلا ولا بتاع ماشي، ان الهواء بيتحد مع الدم تحت ضغط عالي جدا ماشي. المفروض لما تطلع من العمق ده ما تطلعش مره واحده، لو طلعت مره واحده الهواء يسيب الدم مره واحده ان هو متحد معاك في ضغط عالي ده، يعمل فورات في قلب السيركوليشن، اير بابلز جوه السيركوليشن. فبتطلع ازاي؟ جراديوال، ما تطلعش مره واحده كده ماشي، على ليفلز. يعني لو انت هتقص في ساعه اطلع في ساعه ماشي، او نص ساعه عشان الموت على حسب الكونتينر بتاعه، في ساعه ونص بتاع، فتبقى نص ساعه مثلا تطلع في نص ساعه، ما تطلعش مره واحده. تقول طب لو في مثلا حاجه هجمتني بتاع في دي المفروض انت نازل منطقه عارف نازل فين مش هبل يعني، معاك اسلحتك معاك حاجتك بتاع يعني تعمل لك مصيبه تمام، ما تطلعش مره واحده. عشان كده برضه في الغردقه ما حدش بينزل لوحده، معاك الايه الطقم المدربين موجود وبتاع حاسين المنطقه قرش مش قرش بتاع واخدين بالهم وبيقعدوا معاك يشوف بتعمل ايه، يقول لك مره اللي ماسكك استنى اطلع كده اعمل كده، ومش اعماق عاليه قوي مش مدرب على الكلام ده كله، ما تقدرش تنزل اعماق معينه حتى في الغواصات. طب الغواصات ما فيش الكلام ده، هو تحت في الميه هنزل ازاي؟ في اوضه ضغط بيدخل فيه طلع مثلا في عمق معين يدخل اوضه ساعه فيه يبدا ايه من جوه ميه يعلي الضغط يعلي الضغط يعلي الضغط براحه، يبقى زي الايه؟ الضغط اللي بره بتاع اكنه لسه ايه في الميه دي، وما يرجع في اوضه بنفس الضغط الخارجي ويخف الضغط واحده واحده، ما اصل ما فيش منها قوه بقى في الغواصات دي، يبدا يخف الضغط واحده 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 عشان الدم ايه؟ الهواء ما يسيبش الدم مره واحده ويعمل له ايه؟ دي كومبريشن سيكنس او الاير امبوليزم الموجوده دي. ماشي يا اخوانا؟ في اي مشاكل؟ فهمتوها؟ صعبه؟ نكمل المره الجايه. في حاجات صغيره كده هلقطها في وسط السنبوسه الحاجات دي وانا المره الجايه ان شاء الله.